وهنروح معاكم يمكن في اول اخبارنا زي ما تعودنا لخبر حقيقه يعني يحزن لكنه في نفس الوقت يبسط جدا ليه لانه زي ما حضراتكم شفنا امبارح صوره يمكن فريده من النضال والبطوله لن تتكرر كثيرا في هذا الوطن امبارح شفنا وتابعنا استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسره شهيد القوات المسلحه المقدم احمد صلاح الدين مالك وطبعا زي ما حضراتكم اكيد سمعتوا استشهد خلال عملية مداهمة على العناصر الإرهابية في سيناء في الشهر الماضي الفكرة كمان أنه سبق وان استشهد شقيقه الرائد إسلام صلاح الدين مالك طبعا الضابط كمان أيضا لوزارة الداخلية رئيس حرص على توجيه رسالة شكر وعرفان لأسرة الشهيدين بنيابة عن كل المصريين وكأن مصر لا تنسى أبنائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن زي ما حضراتكم شايفين دي كانت الصوره. امبارح يمكن احنا بنقول اسره الشهيدين لكنها في الحقيقه اسره واحده. يعني وزي ما بيقولوا انا بس ما شهداء تخ... مصر خلينا ت... بس نقول. تخيلي احساس يعني... الام دي عامل ازاي؟ لا احساس حلت... ربنا ما يوريه لحد طبعا. وابن من الشرطه. بس انت عارف ايه الميزه في المشهد اللي احنا بنشوفه؟ التقدير الى حد ما او ان انت تحس يعني الناس دي بتبقى عندها تسامح من جواها اللي هو ابني في مكانه احسن دايما لما بتسمع اي ام الام الشهيده او اي حد من عيله اي شهيد دايما بيبقوا هم من جواهم اه طبعا في حزن ده, ده, شيء طبيعي لكن دايما في ايمان ان ابنهم في مكانه احسن وفي الروح دي موجوده بس برضو على الصعيد الثاني لما تحس ان الدوله وكمان ممثله في رئيس الجمهوريه بيعمل حاجه زي كده او ضمنيا كده رساله مباشره بيتقال شكرا يعني لابنكم ما راحش هدر احنا مقدرين الدور اللي يعني اعتقد دي برضو بتخفف شويه كمان الرئيس ذكر عده مرات انه اي ابن شهيد هو ابنه وهو ابن الدوله المصريه ويمكن ده شايفين ده بيتجسد النهارده وتاكيد مره اخرى على الرساله يعني شايفين هذه هي خنساء العصر الجديدة يمكن أو خنساء مصر الجديدة، ابن ليها في الجيش وابن ليها في الشرطة ولو دقيقة سألتيها هتقول لك ممكن أقدم تاني وتاني لأنه الناس دي ربنا بيديها من قوة الإيمان والجلد والصبر اللي يخليها ممكن تقدم كمان تضحية أكبر وأكبر وأكبر في النهاية إحنا بنحييها وبنحيي كمان موقف الدولة مصرية من أسرة الشهيد طبعا ما فيش حاجة تعوض خلينا نقول ده في الآخر دنا دنا أي أسرة طبعا. مصرية لكنه قد يكون ده يعني يعني تخفيف أو على الأقل إحساس بالمشاركة في الألم مع الأبطال الحقيقة إذا كان اللي راحوا أو الأبطال الأم والأب والأسرة اللي هتعيش على هذه الذكرى ولو سألتهم هتلاقيهم يعني زي ما ذكر في بدلوا تبديلا